بيننا نطلب من المسؤولين ومن الجمهور ومن الجميع ان يعطي صوره اخرى للدخول الى الملعب وهو داخل اليه والخروج من الملعب وهو خارج اليه صوره حضاريه كما انا كنت ابصر لما المغرب اشتهر بالملعب وهو فرجه وكذلك في لوحات فنيه تقريبا كان المغرب بدا يتحدث عنه الناس يعني كدوله راقيه يعكسها المشهد الرياضي في الملاعب ليس بعيد على شبابنا وليس بعيد على المسؤولين وليس بعيد كذلك على المغرب بان يصنع فرجه متميزه وجميله وفي نفس الوقت تضفي المكانه اللائقه التي تليق بالمغرب. اشكركم على هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.